صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 58 لسنة 2017 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد جاء فيه يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر 2017 لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع